بسم الله والحمد لله والله أكبر كبيرا وسبحانه بكرة وأصيلا. من جملة الأدلة اللي كثير من التوانسة ما عندهم حتى شيء من الإسلام، يكرهوا تماما الكره وبالتمام والكمال. الكره عندهم ملا فرط الحساسية لصوت الإسلام لاسم الإسلام. حتى الآن كلهم يلوجوا كيفاش يكبوا سعد الأحزاب الدينية، وقت اللي احنا نعرفوا اللي بيتكب كان سعدكم انتم لأنكم أعداء الله وانتم لا تعلمون أنكم أعداءه. وحط في بالك اللي سد صحيح باش يعادي المولى يكب له سعد 100%، لأنه لو تتمون ما يجلب إلا الفرون درومون لا ديستركسيون. ولهذا استناوا باش تتعاقب الأحزاب الدينية، وقت اللي انتم غافلين ان عقابكم قرب، يعني نهايتكم الكارثية ولا على عتاب حياتكم يا قلال الحياة وقلال الشكر للرحمن وزاد دي زنقرة ني بلس ني موان. والحمد لله بالتمام والكمال، والصلاة والسلام على أنبياء المولى ورسوله ورسوله الكرام.